الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله الرحمن الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الوجود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والموقف المشهود. اللهم صل وسلم وبارك على من قال لصاحبه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب، يا كل سيدة يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو رحمة فزد في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مشاهدي الأكارم دائما في حلقة جديدة من برنامجكم تاج القرآن الكريم، نلتقي وإياكم دائما حول مائدة القرآن حتى نستمتع بتلاوات القارئات والقراء في هذا العدد وفي هذه الحلقة الثالثة دائما من برنامجكم تاج القرآن الكريم. إذا نحييكم في هذه الحلقات التصفوية المؤهلة مباشرة إلى البرايمات والحلقات التنافسية الكبرى إن شاء الله، والتي سيأتيكم أقول النهائي في شهر رمضان. سنقضي هذه الأسابيع بمعية القارئات والقراء دائما نسيح وننتقل في كتاب الله عز وجل. نرحب بكم وندعو الله عز وجل أن نقضي وقتا ماتعا ونحن نستمع لتلاوات القراء والقارئات. إذن مشاهدي الأكارم نرحب بكم وباسمكم جميعا دعوني أرحب بأهم أركان هذا البرنامج أعضاء لجنة التحكيم، أرحب بها وبرئيسها الأستاذ الدكتور عبد الهادي العقاب، تحية لك ولأعضاء لجنة التحكيم. تحية طيبة أخي عبد الغني، والشكر موصول لك وللطاقم الفني الساهر وراء إنجاح هذه المسابقة. يتجدد اللقاء في هذه الحلقة، الحلقة الثالثة من التصفويات المؤهلة إلى البرايمات النهائية من مسابقة تاج القرآن الكريم في طبعتها التاسعة. وإن شاء الله تعالى نستعين بالله سبحانه وتعالى استماع تلاوات المتسابقين والمتسابقات، كما يشاركني في التحكيم الشيخ المقرئ محمد مقاتلي والأستاذ المنشد عثمان بن ساعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الانتقاء وحسن الاختيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أستاذ، ونحن في الحلقة الثالثة لم يعد يفصلنا إلا حلقة واحدة حتى نتعرف على الذين سيلتحقون ومن سيلتحقنا أيضا من الإناث ب البرايمات والحلقات التنافسية الكبرى، وإن كان التأهل ليس محسوما إلى غاية الحلقة الأخيرة من هذه التصفيات إن شاء الله تعالى. نعم. كما مر في الحلقة الأولى والثانية تأهل متسابقان اثنان ومتسابقتان اثنتان، ولكن قد يكون الإقصاء معتبرا أو يكون إعادة النظر في النتائج في الحلقات المقبلة إذا رأينا أن المستوى يكون عاليا على الحلقات السابقة، فيكون التقديم للمتقن القارئ الماهر سواء في أدائه التجويدي أو في تنغيمه وحسن تغنيه بالقرآن الكريم. نسأل الله عز وجل لجميع المتسابقين والمتسابقات التوفيق والسداد إن شاء الله. فبالتوفيق أيضا لكم إن شاء الله في تقييم تلاوات القارئات والقراء. كما دعوني باسمكم أيضا باسمكم جميعا أن أرحب بمبتهل البرنامج المنشد نجيب عياش، فمرحبا بك معنا دائما في هذه الحلقات، والأكيد الأكيد أننا سنعود إن شاء الله إليك لنستمتع بما ستصدح به إن شاء الله في هذا البرنامج، فشكرا لك على قبول دعوة البرنامج. إذن مشاهدي الأكارم نعود بأسماء حضاراتكم ونبدأ على بركة الله في أجواء التنافس، ودائما مع فئة الذكور، و ندعو المتسابق الأول حتى يمر أمام أعضاء لجنة التحكيم. ندعو كريم خوني من الجزائر العاصمة ليتفضل مشكورا، ونتمنى لك التوفيق كريم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كريم، أي مكان اخترت؟ من سورة الملك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير حسبك بارك الله فيك شكرا لك كريم خوني من الجزائر العاصمة على هذه التلاوة نذهب مباشرة إلى ولاية تيفازا مع حميد دبياني فليتفضل مشكورا أمام أعضاء لجنة التحكيم حتى نستمع لتلاوتك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أين ستقرأ حميد؟ سورة الحجر إن شاء الله مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. حسبك، بارك الله فيك. شكرا لك حميد من تيبازا على هذه التلاوة. مشاهدي الأكارم، نستمر دائما مع فئة الذكور، وندعو الآن بدراوي شاذلي من ولاية التلمسان ليتفضل أمام أعضاء لجنة التحكيم حتى نستمع إلى تلاوتك، فبالتوفيق بدراوي. السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. من أين ستقرأ سي بدراوي؟ أواخر سورة الفرقان. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حسبك، بارك الله فيك.
بدراوي الشاذلي من ولاية تلمسان، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم مشاهدي الأكارم إلى عبد الحكيم كامو من ولاية أدرار، فليتفضل مشكورا أمام أعضاء لجنة التحكيم. نتمنى لك التوفيق عبد الحكيم. تفضل. أين ستقرأ؟ نعم. ما تيسر من سورة القلم. تفضل. 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 يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد نثيم. عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. إن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. حسبك، بارك الله فيك. بارك الله فيك عبد الحكيم كامو من ولاية أدرار على هذه التلاوة. ونختم مشاهدي الأكارم في فئة الذكور مع المتسابق عبد الرحمن بولال من ولاية أدرار، فليتفضل مشكورا ليقرأ وليتلو أمام أعضاء لجنة التحكيم. فبالتوفيق عبد الرحمن. أين ستقرأ عبد الرحمن؟ من سورة فاطر. تفضل. بيت نصف حزب. على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور حسبك بارك الله فيك. بتلاوة عبد الرحمن بلال نكون قد وصلنا إلى ختام التسابق والتباري حول كتاب الله عز وجل مع فئة الذكور. دعونا مشاهدي الكريم نذهب مباشرة إلى أعضاء لجنة التحكيم للاستماع إلى الملاحظات حول تلاوة المتسابقين، فلتتفضلون مشكورين. أشكرك أخي عبد الغني وأشكر جمع المتسابقين على هذه التلاوات الطيبات. نذكر بعض الملاحظات بما يسعفنا به الوقت. أخونا كريم حقوني، قراءتك جميلة وأداء طيب، فقط حاول أن تحقق الحركات ما أمكن كالكسرة والضمة، أعطيه حقه من التمكين. حمود بيني أداؤك محكم لكن تشددك أضفى هذا بشيء من التقعر في نطق الحروف، وهذا قد يذهب الحسن في التلاوة، فحاول أن تكون سلسا في أدائك. أخونا شذي بدراوي بارك الله فيك على أدائك، لكنك كنت تمطط المادة الطبيعية فأخرجته عن حد الاعتدال، وكذلك الحركات وكذلك الغنن، وقد أخطأت بعض الأخطاء الجلية في تلاوتك وفقك الله. عبد الحكيم كامو أداؤك رخيم جميل، وقد مكنت بنسبة لا بأس بها من الحسن في وبخاصة في الأداء الرخيم، حاول فقط أن تتم الغنن وبالخاصة في الوقف، لا تختلسها، اجعل حقها كاملا الوقف، فكنت تختلس النونات. عبد الرحمن بولال حاول أن تجتهد أكثر في إضفاء الحسن على نطقك للحروف، للحروف حق ومستحق. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وأحيل الكلمة للأستاذ عثمان فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في جميع المتسابقين على حسن التلاوة والأداء. بالنسبة للمتسابق كريم خوني من الجزائر العاصمة، صوت قوي هادئ، صوت معبر له بعد العرب الصوتية مميزة، قرأت من نغمة الكرد على طريقة أهل الخليج في الإقراء. حاول أنك تتجنب الرتابة في الأداء الصوتي، أيضا حاول أنك تستغل كل الطبقات الموجودة في صوتك ولك القدرة على ذلك. بالنسبة للقارئ عبد الحميد بياني من ولاية بازا، صوت جميل مصاحب للغنة في كثير من المواضع، حاول أنك تتجنب الغنة. قرأت بمقام البياتي ثم إلى انتقلت بعد التعريجات من مقام السيكا ثم قفلت بمقام البياتي.
بالنسبة للقارن بدراوي شيرلي من ولاية تلمسان، صوت جميل معبر، قرأت بمرتبة التحقيق، بدأت بمقام البياتي ثم انتقلت إلى مقام النهاوند على طريقة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، ثم انتقلت إلى مقام الرست رجوعا إلى مقام السكاء، ثم استقريت على مقام البيات. حاول أيضا أنك تتخلص من الغنة في صوتك، وحاول أيضا أنك تستغل كل الطبقات الموجودة في صوتك، تجنب أيضا كثرة الألبحة الموجودة في صوتك. بالنسبة للقارئ عبد الكريم كامو من ولاية أدرار، صوت قوي متميز، له خامات صوتية جميلة، متمكن في الأداء، قرأت بمقام البياتي، قفلاتك جميلة جدا. كنت نتمنى لو أنك استغليت كل الطبقات الموجودة في صوتك ولك القدرة على ذلك. بالنسبة للقارئ عبد الرحمن بوعلال من ولاية أدرار، صوتك متواضع، بإمكانك تطوير قدراتك الصوتية، أتمنى لك التوفيق وشكرا. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم على كل هذه الملاحظات القيمة التي نتمنى وندعو الله عز وجل أن يعمل بها كل من استمع إليها. مشاهدي الأكارم، نقف الآن مع ضيف البرنامج ومبتهله المنشد نجيب عياش هكذا حتى يأخذنا في رحلة المناجات والابتهال، فلتتفضل مشكورا لنستمع إلى أيضا يعني ابتهال من الابتهالات التي حضرتها لنا، فلتتفضل مشكورا. إن شاء الله. تبلج الصبح فلتنظر له المقال، وأسس العدل فلتخضع له الملال، وأشرقت شمس غد فاستضاء بها كل البرايا، وعم الأنس والجذل، وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل، فها أنا محتاج يا رب، فها أنا محتاج يا رب، فها أنا محتاج، فلا تك قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي، فها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي، حبال رجائي يا خير واصلي. صلى الله على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لك نجيب عياش على هذا الابتهال الجميل والأداء الماتع. لجنة التحكيم كانت مستمتعة جدا بأداء نجيب عياش، فشكرا لك. إذن مشاهدي الأكارم، دعونا نعود بأسماء حضراتكم إلى أجواء التنافس، وفئة الإناث ينتظرن حتى يعني يتلون أمام أعضاء لجنة التحكيم واحدة تلو الأخرى. إذن على بركة الله نبدأ مع سمية بن زيان من ولاية المسيلة، فلتتفضلي مشكورة أمام أعضاء لجنة التحكيم حتى نستمع لتلاوتك، ونتمنى لك التوفيق سمية. مرحبا سمية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سأقرأ إن شاء الله من سورة فصلت. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حسبك بارك الله فيك سمية أبو زيان من ولاية المسيرة شكرا لك على هذه التلاوة ندعو الآن أعمور خدوجة هكذا من ولاية أدراء أتمنى أن أكون قد أخطأت في الاسم فلتتفضلي نعم مشكورة أمام أعضاء لجنة التحكيم ونتمنى لك التوفيق خدوجة مرحبا خدوجة السلام عليكم من أين ستقرأين؟ سورة مريم إن شاء الله مرحبا تفضلي نعم توسطي فقط الميكروفون تقربي إلى الميكروفون شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. حسبك، بارك الله فيك. شكرا لك خدوجة من ولاية أدرار على هذه التلاوة الطيبة. دعونا مشاهدي الأكارم نذهب الآن إلى سوق هراس مع أميمة كينة، كما قلت من ولاية سوق هراس، عفوا. تفضلي أمام أعضاء لجنة التحكيم حتى نستمع لتلاوتك، فبالتوفيق أميمة. تفضلي أميمة، أين ستقرأين؟ من أول سورة الإسراء. على بركة الله. دعونا نستحضر قول عثمان بن عفان ونحن في هذه الحلقات الماتعة مع تلاوات المتسابقين والمتسابقات، يقول: والله لو أسلمت منا القلوب لما شبعت من كلام المحبوب، وكيف يشبع الحبيب من كلام محبوبه. الأكيد أننا لا نشبع من كلام الله عز وجل، فنتمنى وندعو الله عز وجل أن تكون هذه التلاوات في ميزان القراء والقارئات. نعود إلى أميمة، تفضلي مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أحسنتِ، بارك الله فيك. شكرا لك أميمة كينة من سوق هراس، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وصلنا معكم مشاهدي الكريم إلى ولاية تبسة مع كوثر ماضي، فلتتفضلي مشكورة. نتمنى لك التوفيق كوثر. أين ستقرأين كوثر؟ بداية سورة الجاثية. على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. حسبك. بارك الله فيك. شكرا لك كوثر ماضي من ولاية أتبسة. نذهب الآن إلى ولاية غيلزان ونستدعي أمال عزوز الممثلة لهذه الولاية، فلتتفضلي. مشكورة أمال، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أين ستقرئين أمال؟ من سورة الزمر بإذن الله. تفضلي. تقربي من الميكروفون، توسطي. أتوسط. نعم. شوية. يكفي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حسبك بارك الله فيك. شكرا لك أمال عزوز من ولاية غليزان. ونختم مع قسنطينة نور الهدى عمران، فلتتفضلي مشكورة. وبك كما قلت سنختم مع فئة الإناث، نتمنى لك التوفيق نور الهدى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من أين ستقرئين؟ من السورة. تفضل. وسط المجلس. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين حسبك بارك الله فيك. شكرا لك نور الهدى عمران من قسنطينة. وبك نكون قد وصلنا أو ختمنا أجواء التنافس في هذا العدد الثالث من برنامجكم
تاج القرآن الكريم. نذهب مباشرة إلى أعضاء لجنة التحكيم للاستماع إلى الملاحظات الخاصة بفئة الإناث، فلتتفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكن جميعا وفيكم جميعا متسابقين ومتسابقات. في الحقيقة الملاحظات التي وجهت إلى زملائكم من المتسابقين لا تختلف كثيرا عما سيوجه لكم، والعادة أن الإنسان إذا أقبل على المسابقة ينبغي أن يركز فيما هو مطلوب منه من أداء في الأحكام، قلنا دون زيادة بالتكلف والتقعر أو بالنقص منها، فتتفاوت الملاحظات بين هذا وذاك، فإما تشديد ما ليس من حقه التشديد، تخاف، فالخاء ليس من صفاته التشديد، ولكن هو تركيز في شيء، يعني أريد أن أخرج الخاء من مخرجها فأزيدها صفة ليست من صفاتها. هنالك أيضا إهمال لبعض المخارج، قالوا تخافوا صالحا، فنفخم اللام لأنها جاءت بعد حرف مفخم، هذه أخطاء بسبب سوء التركيز. الرجيم وهي الرجيم بسبب عدم التركيز. أيضا بالنسبة للتقليد في رواية ورش، إذا كانت الراء جاءت بعدها ألف مقصورة، فالأصل فينا أننا نرقق لأجل سبب وهو التقليل، لكن لا نرقق الراء دون الإتيان بالتقليل، فلا نقول أسرى النصارى، عملنا الترقيق ولكن ما سببه؟ سببه التقليل، عملنا ترقيق الراء الذي سببه فأتينا بالنتيجة لم نأتي بالسبب، فهذه أخطاء شائعة جدا. أيضا بالنسبة لمخلصا مخلصا، عدم التركيز في هذه القراءة. عموما جزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد في قابل الأيام إن شاء الله تعالى. تفضل. أحيل الكلمة إلى الأستاذ عثمان ليدلي بدلوه في موضوع المقامات والتغني. إيه إن شاء الله. إذن بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله في القارئات على حسن التلاوة واختيار النغمات الصوتية. بالنسبة للقارئة كوثر ماضي من ولاية تلبسة، صوت متواضع ولكن خالي من النغم، كانت قراءتك نوعا ما تعليمية. بالنسبة لأمال عزوز من ولاية غليزان، صوت هادئ ومعبر، بدأت بمقام البياتي ثم انتقلت إلى مقام الحجاز، ثم صورت آية الله سبحانه وتعالى الآية القرآنية يا عبادي فاتقون على مقام الحجاز، وهذا يعني هذا يحسب لك، ثم انتقلت إلى مقام البيات. حاولي أنك تعبري على بعض المعاني وبعض المواضع في القرآن الكريم بتغيير المقامات الصوتية. بالنسبة للقارئ نور الهدى عمران من ولاية قسنطينة، صوت هادئ مصاحب للغنى في جميع المواضع، قرأت بمقام البياتي ثم انتقلت إلى مقام الحجاز ثم رجعت إلى مقام البياتي، تجنب الرتابة في التلاوة واستعملي بعض التقنيات في الأداء مثل تقنية التباين وهو رفع وخفض الصوت. أتمنى لكم التوفيق والشكر. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، وسأتيكم يعني بعد قليل لنتعرف على من ستنتقل إلى المرحلة القادمة ومن سينتقل أيضا إلى المرحلة القادمة، فبالتوفيق. مشاهدي الكريم، أدعوكم وأدعو المتسابقين والمتسابقات أيضا للاستمتاع بما سيقدمه لنا مبتهل البرنامج نجيب عياش في هذا الابتهال. تفضل. مشكورا نجيب. الله يجزيك. شكرا. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب، ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحاسب، خير النبيين خير النبيين لم تحصر فضائله، مهما تصدت لها الأسفار.
الكتب واهتزت الأرض إجلالا واهتزت الأرض إجلالا واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجيب شكرا لك على هذا الأداء الماتع وأنت تفعل بنا الأفاعيل في هذه الحلقات التصفوية فشكرا لك. كنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن ربما بداية ارتباطك بالإنشاد ويعني أن تكون يعني فاعلا في هذا المجال وهذا الفن الجميل. دعنا فقط هكذا لو نعرج باختصار أنت من مدينة طيبة على كل حال مدينة بوسعادة ولاية المسيلة بصفة عامة. ما السر في هذه الأصوات الجميلة جدا التي تخرج من هذه البيئة؟ يعني حتى عبد الحميد بن سراج من نفس المنطقة يعني لو تكلمنا عن الفرق فرق عديدة جدا. ما السر هذه المنطقة واشتغالها على الإنشاد والمديح والابتهال وكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني مدينة بوسعادة مدينة العلم ومدينة يعني الموروث الثقافي والموروث الفني. ف يعني اهتمام الشباب البوسعادي بالأخص يعني والمسيلي والمنطقة عموما بالإنشاد يعني حبهم ولحهم بال يعني بالكلام الطيب أولا وباللحن الشجي ثانيا. ف تلاحظ يعني في منافسات وفي ما بين المنشدين اللي يعني لتحصيل اكبر يعني تعليم في مجال المقامات وفي مجال يعني العلم الموسيقي الاكاديمي. فانا نظن يعني ان شاء الله يعني الاهتمام بالنشيد يعني يكون عبر المستوى الوطني. نعم. المستوى الوطني ان شاء الله ان شاء الله. هل هناك على الاقل نيه على مستوى الولايه لايجاد هكذا يعني مدرسة أكاديمية تشتغل على هذه المادة الخام الموجودة هناك؟ هل تفكرون في مثل هكذا مشاريع نجيب؟ والله يعني في السابق هناك فرقة البهاء مشات. نعم. في هذا المشروع يعني صح. تكوين مدرسة أكاديمية بحتة يعني في تعليم أسس للموسيقى ويعني توظيفها في النشيد. نعم. والله يعني كانت مبادرة طيبة ومشوا فيها يعني وإن شاء الله يعني تكون كاينة مبادرات إن شاء الله أخرى يعني تعمل على هذا الأمر. أيوة إن شاء الله إن شاء الله. نحن نشاهد مشاهدي الأكارم لجنة التحكيم لازالت في تشاور واشتغال على اختيار من سيتأهل إلى المرحلة القادمة إن شاء الله. وكما قلت المرحلة الرابعة التي ستأتيكم على رأس كل شهر من خلالها سنتعرف على من سيتأهل إلى البرايمات النهائية وإن كان الأمر غير مفصول فيه نهائيا لأن لجنة التحكيم قد تعود في بعض الأحيان إلى الحلقات السابقة للاختيار والمفاضلة بين المعدلات. إذن لجنة التحكيم قد اختارت وأنا سأذهب هكذا لاستلام الظرف ونتعرف على من سيتأهل ومن ستتأهل إلى الحلقة الرابعة. وهذه الحلقة كما قلت من خلالها سيختار من يذهب مباشرة إلى البرايمات والسهرات التنافسية الكبرى إن شاء الله. إذن مشاهدي الأكارم دعونا نبدأ دائما مع فئة الإناث. لجنة التحكيم اختارت من بين القارئات القارئة الأولى التي ستتأهل إلى المرحلة القادمة هي نور الهدى عمران. هنيئا لك بهذا التأهل تصحبك فيه أمال عزوز.
فهنيئا لكما بهذا التأهل وبالتوفيق للأخريات إن شاء الله في قابل المنافسة والأيام. أما فئة الذكور فقد ارتأت لجنة التحكيم أن تختار كل من المتسابق كريم خولي هو الذي يتأهل إلى المرحلة القادمة، ويصحبه أيضا في ذلك عبد الحكيم كامو من ولاية أدرار. فبالتوفيق للباقي المتسابقين إن شاء الله في قابل الأيام. أعود إلى لجنة التحكيم لتقييم أجواء المنافسة في هذه الحلقة بصفة عامة. نعم أخي عبد الغني، التنافس محتدم وقد وصلنا حقيقة إلى درجة أن احترنا في الاختيار لتقارب المستوى، ولكن هذه حال المسابقات. نعم. يجب تقديم والتأخير، وكلكم إن شاء الله تعالى محسنون في التلاوة، كلكم مجيدون. نسأل الله عز وجل لكم ولكنا التوفيق في قابل المسابقات. شكرا، والشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم على هذه المساهمات الجميلة. نشكر مبتهل البرنامج نجيب عياش أيضا على هذا الحضور الجميل، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق الفني الذي خدمكم في هذا البرنامج، والأكيد سنكون على موعد في الأسبوع القادم مع الحلقة الرابعة كما قلت، التي من خلالها سنتعرف على من سيتأهل ومن ستتأهل إلى البرايمات والسهرات التنافسية إن شاء الله القادمة. إلى ذلكم الحين، ما لم تمنعنا الموانع وتعترضنا العوارض، أترككم في أمان الله وحفظه، واعلموا أن أهل القرآن خير الناس. حسن الختام كتاب.